نحت الجسم في موسم الشتاء. كثير من المرضى بيقول يا دكتور ما أبغى أسوي عملية الحين في الصيف، أبغى أسويها في الشتاء. ليش؟ لأنه بحسوا أنه عملية النحت أفضل في الشتاء. فما في شيء أنه فرق بين الاثنين، بس ليش الناس بيفضلوا أنه يعملوا عمليات بالشتاء عن الصيف؟ عشان يجهزوا أجسامهم للصيف، يستمتعوا بإجازة الصيف. فبس حقيقة ما في فرق بين الاثنين، بنسوي عمليات النحت الجسم على مدار السنة، صيفا شتاء خريفا ربيعا موسم الرياض، في أي وقت بنعمل هذه العمليات. أطباء التجميل أو شركات التجميل بتحاول تلاقي أسماء جديدة لعمليات معروفة ومشهورة دائما. فلما نقول عملية 3D ولا 4D هي تسمية لعملية شفط الدهون مع حقنها في مكان آخر. أما بالنسبة للأجهزة المستخدمة، في أجهزة كثيرة ما أبغى أدخل في أسمائها، بتخفف عملية الشفط على الطبيب، أنه بتساعده في الشفط أنه يكون فيه هزاز، أو تقنيات بنضيفها على عملية الشفط زي نقول اسم الفيزر أو الأشياء الثانية أو الليزر، بحيث أنه يعمل شد بسيط في الجلد. ولكن في دراسات موجودة أنه ما في فرق كبير بينها وبين عمليات الشفط الكلاسيكية. جربتها فترة كبيرة ورجعت على الشفط الكلاسيكي والنتائج أفضل وأفضل بإذن الله. النتائج تعتمد أكثر من الأجهزة المستخدمة على الخبرة حقت الطبيب اللي بيستخدم هذه الأجهزة. يعطيكم العافية.